السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس وتكونوا بخير، تكونوا هالين يا رب العالمين. واول ما نبدا به والصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ان شاء الله تكونوا بخير يا البنات ان شاء الله في هذا اليوم المبارك. جيتكم اليوم مع هذا الروتين تاعي الخفيف، ولكن كما تشوفون نط مع الصباح. اول حاجه بديت بها خرجت للجاردان ربني لهوا، وبديت شفت لي بلانت تاعي بديت نزقي فيهم كما تشوفون هنايا مع برود الحال هكا على بالكم. يقزقيهم شي واحد نقولوا في السميشه هذيك، لازم سوا العشيه الضيقه هذيك كي تتمس السمش، سوا نقولوا مع الصبيحه هذيك الانسان يزقيهم. هاني نزقي فيهم هنايا مع النخيله هذه ثاني كان غرسها زوجي. المهم هذوما لي بلون ثاني عزاز عليا، اي هاني نزقي فيهم ما بين لا كنت يعني نصب القهوه نتاعي، راح نشرب قهوه الصباح كما لاباكم. لازم القهوه هي الاولى. المهم مادام طابت لي القهوه نتاعي رحت كما قلنا نزقي في لي بلونت تاعي، ومن بعد رجعت وجدت القهوه نتاعي حطيتها في الطابله لبرا وشربتها ترونكيلمون وانا مسقله روحي. رحمة ربي مع البرود صباح هذه كيجيك داك البرود وديك النسمه البارده تشهي برا، رحمة ربي. المهم درت لكم هنايا امتيتو هنايا في الجاردان خفيف، ومن بعدها رحت كما قلت لكم وجدت قهيوتي كان طابت، اي رفدت البلاطو تاعي وقعدت هنايا في الجاردان وانا حنشرب قهيوتي ترونكيلمون الصبيحه هذيك. المهم راح نشرب قهيوتي هنايا وجدتها مع لي توست مع شويه تاع الكاطو، وفرغت هنايا شويه تاع الجو. نحب نشرب الجو، نحب نشرب معاه شويه تاع زيماد هذا تاع الفيتامين دي. نشرب كل يوم خمس قطرات نديرهم في الجو يعني، ونشربها مع هذه باش نقولها يا ربي مع لاسبيريولين تاني، بما ان حكمتني فشله ومليحه ثاني للشعر سبيرولين. دونك عندي شعري شويه هذه الايامات بدا شوي يطيح لي شويه، دونك اي راني نشرب لا سبيرولين. مهم كملت قهيوتي برحمه ربي، نط الميناج نتاعي درت لاسبيراتور يعني بارتو، وفوت ثاني نشاف خفيف ثاني في الصاله يعني نقيت كلش كوزينه كلش بارتو. بديت بنقى وهو الاول، ديما نبداو بالميناج تاعنا هو الاول، ومن بعدها نروحو للغدا اللي ديما راه يستنى فينا ونحيرو ديما واش نديرو. المهم هنايا هاني مع المسيح تاع الصغله كملتها فحفحتها، وثاني درت الكوزينه ثاني كيف كيف يعني بديت الغوديان تاعي كيف كيف كيما ني مالفا. درت الصالون درت هذه الكوزينه ودرت لي شومبر ايتو ونقيت كلش. من بعدها باش رحت يعني للكوزينه هنا ثاني درت الليفي تاعي نغسلو نشي نغسلو ثاني قبل نديرو البرودوي ثاني تاع الكالكير كيما شفتو هنايا. يقعد لي هذاك الكالكير في الروبوني تاعي كنو جاي نوار يقعد لي فيه هذاك الكالكير. دوك حبيت نوريكم هذا البرودوي البنات نشري فيه اونتي كالكير ينحل الكالكير. شوفوا يجي روعه، شوفوا هنا نديرو بارتو في الروبوني تاعي يخرج يشعل، سورتو لي نوكس يخرج يشعل. الا عندكم لي نوكس ولا المهم نديرو بارتو نديرو في الكوزينه كيما في ليفي نقي بيه ثاني لا سال دو بان ثاني نديرها في لي روبيني تاع لا سال دو بان ينحل الكالكير ثاني روعه. ثاني في الفيتغ تاع لا كابين تاع لا دوش ثاني ينحلكم هذاك الكالكير لي يعود لاصق في لا فيتغ في المرايه ثاني يعود فيها دي فولي طاش وما يتنحوش بالبرودوي دو فيتغ. صافي ندير لها من هذا ثاني نحلي ثم الكالكير راه يولي ذاك لافابو شنو نقولكم يشعل. دوك هنا نديرو ونخليه بصح مده، نخليه واحد 20 مينوت هكذاك اون دوميور يدير لي في، ومن بعد نشل لافابو تاعي هنا درتو ومن بعدها خليته. قلت انايا مادام لا طيبت قدايا نولي نرجع نشلو. اي فتحت الفريغو واش ندير واش ندير، قابلتني هذه كنت تشهيتها وشريتها
هذه لي غافيول لي بات، هذيك المحشيه بالفرماج من داخل راح نديرها هنايا. درت شويه لاكريم ليكيد، هذه السومي ايبيس، يعني ماهيش من ديك الخفيفه طول، ماهي من ديك الثقيله، جايه متوسطه. دونك درتها هي الاولى في البلاطو نتاعي، ومن بعد راح ندير لي غافيول هذم اللي محشيين لداخل بالفرماج، فيهم الفرماج تاع سان مارسونا دودون. فوالا هنا تلقي البلاكه هذه فيها الله اعلم 3 ولا 4 ولا ماني عارفه. المهم درت الطبقه الاولى هذه تاع لي بات هذه، ومن بعد درت لا تخويت انا تاعي، ولا ديروا صومون فيمي، يعني انا درت لا تخويت كيف كيف هي، ولا الصومون كيف كيف لا تخويت فيمي. درت طبقه، ومن بعدها راح ندير شويه ليغوم من الفوق ثاني، ندير شويه طماطم وندير شويه فلفل حلو كما شفتوا يعني مقطعته في الطبسي تاعي. المهم ديروا طماطم، ودي فوا ندير كورجيت، دي فوا اللي موجوده عندي ما فان دي كورجيت، هنا ما كانتش عندي كورجيت، درت الفلفل الحلو. المهم درت الخضره نتاعي كيما هاك، وراح ندير طبقه ثاني واحده اخرى تاع لي غافيول من الفوق، ونكمل كيف كيف، يعني كيف كيف لمم لما فاسون راح نديرها كيف كيف. المهم هنايا راني نصور بيد، وراني نخدم بيد على خاطرش تكسر لي لو تريبي تاعي، هذيك اللي ما فن كروشي في التليفون تاعي، كنت نخدم بيديا بزوج يعني كاميري، وهنايا جيت راح نعدلو تكسر لي. دونك ما قدرتش، ما عرفتش كيفاه، يعني ايد راها تصور وايد راها تطيب. المهم كما شفتوا درت الطبقه هذه، الطبقه الاولى، وهذه زدت لي بات، ومن بعد درت هذه الطبقه الثانيه، وما بين طبقه الطبقه ديما نزيد هذيك لا كريم كما شفتوا. المهم نزيد شويه تاع لا كريم فوق لي ليغوم هذوك. فوالا ديروا هنايا ثاني شويه تاع الملح ابان، ولا ما ديروش كاع، على خاطر لا تخويت فيمي تجي مالحه ثاني شويه، ما تجيكمش مالحه. المهم درتها كما شفتوا، درت فوقها لا كريم، درتها في الفور طابت، ومن بعد درت لها شويه تاع الفرماج، وهذه كي خرجتها جات تشهي، واش نقول لكم، واحد البنه ما ساعاش متشهاها. بعد جبت هذم لي فوي لي فوي كونجلي يتباعوا في ليدل، مخلطين فيهم لا مونغ، البطيخ هذاك تاع الشبيكه، يعني مخلطين. المهم يتباعوا كيما هاك ساشي، كيما هادو فيها ساشيات لداخل كيما انديفيديوال كيما هاك، يعني اللي يحب يخدم بهم كاطو، يحب كيما هكا يرحيهم يديرهم اسموسي. المهم كيما حبيت ديرهم، انا قلت نديرهم اسموسي. هيا درتهم في الروبو تاعي، زدت لها شويه تاع الماء ورحيتهم. فوالا في الروبو تاعي رحيه، ومن بعد ولات كي هي جالده رحت لي غير شويه، ولات حبست، ولات فتحتها زدت لها شويه تاع الماء، ولات رحاتو لي مليح كي نكونجلي، شوفو ما حبش ترحيه لي مليح، وليت حليت عليها زدت لها شويه تاع الماء، ولات رحاتو لي كيما راكم تشوفوها. فوالا شوفو جاي كيما كي لا بيوري، يعني جاي خاثر، جا خاثر. المهم هنايا نحبس عليه، وراح نديرو في الكاس، في الكاس نتاعي راح نزيدلو برك شويه تاع السكر، ونزيدلو شويه ماء، و سي بون. مهم هنايا بعد ما كملت غدايا وجو تاعي، رجعت للغوبيني تاعي حكيتو يعني، وشللتو برك بالماء، يخرج يشعل بلا ما تحكي، بلا ما تكسر راسك، تمتم كل شيء يتنح، الكالكير دي دام يخرج هاك يشعل داك الروبوني وداك اوليفي، يعني كل شيء يخرج يشعل، حكيتو حكه خفيفه ورجع يشعل. فوالا هنايا حكيتو مليح، ومن بعد شللتو، فوالا شلاله خفيفه. ومن بعدها رحت تغديت، هنايا انا شللتو برك شلاله خفيفه، ومن بعدها قلت نرجع نولي نغسل المعينات اللي قعدوا لي يعني تاع الغدا برك، ونولي نعاود نشلو مليح ونمسحو مليح. المهم شللتو برك، خدت شليله خفيفه باش تشوفو هذا مكان. فوالا ومن بعدها رحت تغديت ثاني، حطيت شويه ورحت غديت على برا مع الجو تاعي، وربي ورحمته. المهم هذا هو الروتين تاع النهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم يا البنات،
ما تنساونيش اللي مش مشترك نقولو مرحبا بك في القناة، وما تنساوش بلي جيم وبلي بارتاج وهذه هي، وجزاكم الله كل خير، نقولكم مع السلامة حبوباتي، انا راني نتغدى.